في الفيديو ده هقدم لحضراتكم أكبر مكتبة للخطوط العربية، واللي بتضم مجموعة كبيرة جدا من الخطوط المميزة زي خط الرقعة وخط الكوفي والخط الديواني وغيرها من الخطوط الرائعة. تقدر تثبت الخطوط دي على برنامج الوورد أو الإكسل أو الباوربوينت، مش بس كده كمان تقدر تستخدمها في برامج التصميم زي الفوتوشوب والإليستريتور والإنديزاين. هسيب لكم رابط التحميل تحت في الديسكريبشن بوكس. فمن غير ما أطول عليكم، يلا بينا نشوف إزاي بنثبت الخطوط دي على جهاز الكمبيوتر. بعد ما نحمل الملف هنروح على الداونلود وهنلاقي الملف نزل معانا بالشكل ده. طبعا الملف مضغوط، كل اللي عليك تعمله ان انت هتفك ضغط الملف، هتضغط كليك يمين بعد كده اكستراكت وهيتم فك ضغط الملف زي ما حضرتك شايف. هننتظر شوية. بعد ما فكينا ضغط الملف هنروح على الفايل اللي اسمه مكتبة الخطوط العربية وهتحدد انواع الخطوط اللي انت عايزها. لو نزلت تحت شوية هتلاقي مجموعة من الفايلات، بالنسبة للفايلات تقدر تحملها عادي. بالنسبة للفولدرات كل فولدر هتفتحه هتلاقي ملف مضغوط. بكل سهولة كل اللي عليك تعمله ان انت هتفك ضغط الملف وهتبتدي طرق الخط اللي انت عايزه. ممتاز. انا دلوقتي وليكن حدد الخطوط اللي انا عايزها زي ما حضراتكم شايفين وهعمل لها نسخ او من الكيبورد كنترول سي. بعد كده هروح على الديسك سي، هختار فولدر ويندوز، هنزل تحت شوية هلاقي فولدر اسمه فونتس، هيفتح معانا الفولدر بالشكل ده. كل اللي عليك تعمله انك هتيجي تقف هنا بيمين الماوس وتدوس على بيست او كنترول في من الكيبورد. بعد ما سطبت الخطوط على جهاز الكمبيوتر هتقدر تستخدم الخطوط دي على الوورد والاكسل وكمان برامج الفوتوشوب زي الباوربوينت والفوتوشوب والالستريتور والانديزاين. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير. سلام.